بايدن يوقع قرارا لتسريع توريد السلاح إلى أوكرانيا، وزيلنسكي يصف الخطوة بالتاريخية. المبعوث الأوروبي لمحادثات فيينا يصل إيران اليوم، وواشنطن تطالب طهران بإظهار حسن النوايا. مؤتمر المانحين للاجئين السوريين ينطلق في بروكسل تحت ضغط تراجع التمويل وحرب أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسهل الدعم العسكري لكييف بأنه خطوة تاريخية، وبتوقيعه القانون فعل بايدن آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية. قال بايدن إن القانون يهدف لمساعدة الأوكرانيين في القتال دفاعا عن بلادهم وديمقراطيتهم في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا، وفق تعبيره. أوقع مشروع قانون يوفر أداة مهمة أخرى تدعم بشكل مباشر حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني ونضالهم للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم ضد حرب بوتين الوحشية. تكلفة القتال ليست رخيصة، لكن الانصياع للعدوان أكثر تكلفة. بعد ساعات من توقيعه على قانون لند ليس لدعم أوكرانيا، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتحرك وتمرير حزمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار تجنبا لنفاذ تمويل المساعدات العسكرية لكييف خلال 10 أيام. كان بايدن وافق على فصل الموازنة الخاصة بدعم أوكرانيا وقدرها 20 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية عن محاربة فيروس كورونا، وذلك بهدف تسريع تصويت الكونغرس على المساعدات لكييف. هذا وأقر الرئيس الأمريكي بإنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات دعما لأوكرانيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الرضوخ للعدوان كلفته أكبر، وفق تعبيره. البنتاغون قال إنه رصد مؤشرات تدل على أن أوكرانيين محاصرين من جراء العملية الروسية يجبرون على إخلاء منازلهم ويتم إرسالهم قسرا إلى روسيا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي. We do have indications that Ukrainians are being taken against their will into Russia. Again, unconscionable, not the behavior of responsible power. Certainly another indication that he simply won't accept and respect Ukrainian sovereignty and that they are. نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق عقودا، واقترح في الأثناء إنشاء منظمة سياسية أوروبية تتاح عضويتها لدول من خارج التكتل. لكن ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز أظهرا دعمهما الكامل لأوكرانيا، وذلك قرب بوابة برامبرغ في برلين، رمز الحرب الباردة والمضيئة للمناسبة بألوان العلم الأوكراني. ربما تكون أيضا طريقة لإيجاد الاستقرار وشكلا آخر من أشكال التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة التي قررت مغادرة الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يكون لها مكان في هذا المجتمع السياسي. أود أن أقول صراحة إن هذا الاقتراح مثير للاهتمام، خاصة مع التحدي الكبير الذي نواجهه. إننا نمضي قدما في عملية التكامل الدائم للاتحاد الأوروبي. كلانا يريد اتحادا أوروبيا قويا ذا سيادة. لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي أوضح في مقابلة مع الحدث أن فكرة ماكرون بإقامة منظمة أوروبية موحدة لن تلغي الاتحاد الأوروبي. لم يلغي الاتحاد الأوروبي أبدا نهائيا. الاتحاد الأوروبي لا يزال موجود، يعني سيكون موجود بالفعل، وهذه المبادرة مبادرة ثانية إضافية إلى ما لدينا اليوم من التكاتل الاتحاد الأوروبي، ولكن ستختلف بأدى النقاط. مثلا الاتحاد الأوروبي نادي من الدول حيث نرى بأن بعض الصلاحيات المهمة للغاية، مثلا الأسواق والجمارك وما إلى ذلك، يعني هي تنتمي الآن إلى المؤسسة الأوروبية.
فبالتالي أعتقد أنه وأيضا يعني صناعة القرار قد يختلف صناعة القرار في هذه المنظمة الجديدة. بإنشاء منظمة جديدة يعني، وأنا أعتقد أنه هذه فكرة جديدة بالفعل، ومرة أخرى سيتم النقاش عنها خلال القمة الأوروبية المقبلة، وهي عبارة عن ضرورة من أكثر من التكامل أو أكثر من التضامن والتعاون مع ليس فقط أوكرانيا وإنما أيضا دول أخرى، ولكن طبعا المقصود هو أوكرانيا هنا، لأنه مرة أخرى نحن نعيش في أوقات استثنائية، لا يمكننا أن نستنى يعني أن ننتظر حتى يعني تتكمل أو تستكمل أوكرانيا كل المراحل المرتبطة بهذه الفترة والانضمام والعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يصل المسؤول الأوروبي عن تنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إنريكي مورا إلى طهران اليوم بهدف تحريك المفاوضات النووية والمتوقفة منذ 11 من مارس، على أن يلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين في إيران علي باقري. اعتبرت طهران زيارة مورا تساهم في تقدم المفاوضات بالاتجاه الصحيح، غير أنها قللت من احتمال حملها رسالة جديدة كون الرسائل المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة تتم عبر الاتحاد الأوروبي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تصدر ضعف كمية النفط التي كانت تصدرها عندما تولى منصبه في أغسطس، على الرغم من العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات النفط. يعتقد أن الكثير من هذا النفط يوجه إلى الصين، كما استقبلت فنزويلا هي الأخرى ناقلات نفط إيرانية في موانئها. يذكر أن إدارة دونالد ترامب فرضت عقوبات شاملة على إيران، تضمنت عقوبات على قطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة لاقتصادها، وقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية وألغت شركات النفط العالمية صفقات مع طهران، وهو ما تسبب في إضعاف اقتصادها. كانت مفاوضات فيينا المتعلقة باستعادة الاتفاق السابق قد أوشكت على الاكتمال في أوائل مارس، لكن المحادثات توقفت. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس قال إن بلاده تأمل في إنهاء المفاوضات النووية مع إيران بسرعة، منوها إلى ضرورة إبراز نوايا حسنة من قبل الإيرانيين. نأمل أن نتمكن من إنهاء هذه المفاوضات بسرعة، ونحن على ثقة من أنه يمكننا اختتام هذه المفاوضات بسرعة إذا كان الإيرانيون مستعدين للمضي قدما فيها وإبراز النوايا الحسنة لنبني على التقدم المهم الذي حققناه على مدى شهور من الدبلوماسية والمفاوضات المضنية. نحن على اتصال وثيق مع إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي، لقد وصل نقل الرسائل ذهابا وإيابا، نحن ندعم جهوده للوصول بهذه المفاوضات إلى نهاية ناجحة. لا أريد أن أحكم مسبقا أو أستهين بما قد تسمعه من نظيره الإيراني، بالطبع سنعلم المزيد بعد رحلته. ينطلق اليوم في بروكسل المؤتمر السادس لدعم اللاجئين في سوريا ودول الجوار. المؤتمر يفتتح بمشاكل صعبة أهمها الحرب على أوكرانيا وما تحتاجه من تمويل ضخم، ويتزامن مؤتمر المانحين مع أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع كبير لمعدلات التضخم يتوقع معه تخفيض الشركات المانحة والدول للتبرعات. في مؤتمر بروكسل الخامس تعهدت الدول بتقديم 6 مليارات و400 مليون دولار، وهو رقم ما دون المليارات العشرة التي طالبت بها الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يتم الوفاء بوعد التمويل. Thank you.
تعقد الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة فتحي باشأغا اجتماعها الثاني اليوم في مدينة درنا. أكدت مصادر أن اختيار هذه المدينة يعود لموقعها الاستراتيجي في الشرق الليبي، فضلا عن اعتبارها منارة للمعرفة والثقافة، علما بأن اجتماع حكومة باشأغا الأول كان في سبها الجنوبية ردا على العملية الإرهابية التي حاولت استهداف المدينة والجيش الليبي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج شبكة دولية تضم 5 أشخاص من الداعمين لتنظيم داعش ماليا على قائمة العقوبات. قالت الوزارة إن شبكة الميسرين الماليين التابعة للتنظيم تعمل على سوريا أو عبر سوريا وتركيا وإندونيسيا، مشيرا إلى أن أعضاء الشبكة سهلوا سفر أعضاء داعش إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها التنظيم. دانت الولايات المتحدة ما وصفتها بأنها انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري ومعاونوه الروس والإيرانيون، دعته أيضا إلى وقف الحرب. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الحدث.net. إلى اللقاء. مزاج شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى. نحن نمر بادق اللحظات في تاريخ تونس. يا اخي خليه يقف هالتيار. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدوله. اليوم عيد الجمهوريه في تونس لن يكون يوما عاديا. انت وصفت التظاهرات اليوم بانها انتفاضه شعبيه، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاذ كل طرق الحديث مع حركه النهضه. قرارات مهمه بالجمله يمكن ان نجيزها في 3 قرارات. القرار الاول تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث.
بايدن يوقع قرارا لتسريع توريد السلاح إلى أوكرانيا، وزيلنسكي يصف الخطوة بالتاريخية. المبعوث الأوروبي لمحادثات فيينا يصل إيران اليوم، وواشنطن تطالب طهران بإظهار حسن النوايا. مؤتمر المانحين للاجئين السوريين ينطلق في بروكسل تحت ضغط تراجع التمويل وحرب أوكرانيا. أهلا بكم. وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسهل الدعم العسكري لكييف بأنه خطوة تاريخية، وبتوقيع القانون فعل بايدن آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية. قال بايدن إن القانون يهدف لمساعدة الأوكرانيين في القتال دفاعا عن بلادهم وديمقراطيتهم في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا، وفق تعبيره. أوقع مشروع قانون يوفر أداة مهمة أخرى تدعم بشكل مباشر حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني ونضالهم للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم ضد حرب بوتين الوحشية. تكلفة القتال ليست رخيصة، لكن الانصياع على العدوان أكثر تكلفة. بعد ساعات من توقيعه على قانون لاندليس لدعم أوكرانيا، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتحرك وتمرير حزمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار تجنبا لنفاد تمويل المساعدات العسكرية لكييف خلال 10 أيام. كان بايدن وافق على فصل الموازنة الخاصة بدعم أوكرانيا وقدرها 20 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية عن محاربة فيروس كورونا، وذلك بهدف تسريع تصويت الكونغرس على المساعدات لكييف. هذا وأقر الرئيس الأمريكي بإنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات دعما لأوكرانيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الرضوخ للعدوان كلفته أكبر، وفق تعبيره. البنتاغون قال إنه رصد مؤشرات تدل على أن أوكرانيين محاصرين من جراء العملية الروسية يجبرون على إخلاء منازلهم ويتم إرسالهم قسرا إلى روسيا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي. We do have indications that Ukrainians are being taken against their will into Russia. Again, unconscionable, not the behavior of responsible power. Certainly another indication that he simply won't accept and respect Ukrainian sovereignty and that they are. نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق عقودا، واقترح في الأثناء إنشاء منظمة سياسية أوروبية تتاح عضويتها لدول من خارج التكتل. لكن ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز أظهرا دعمهما الكامل لأوكرانيا، وذلك قرب بوابة برامبرغ في برلين، رمز الحرب الباردة والمضيئة للمناسبة بألوان العلم الأوكراني. ربما تكون أيضا طريقة لإيجاد الاستقرار وشكلا آخر من أشكال التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة التي قررت مغادرة الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يكون لها مكان في هذا المجتمع السياسي. أود أن أقول صراحة إن هذا الاقتراح مثير للاهتمام، خاصة مع التحدي الكبير الذي نواجهه. إننا نمضي قدما في عملية التكامل الدائم للاتحاد الأوروبي. كلانا يريد اتحادا أوروبيا قويا ذا سيادة. ورغم الدعم الألماني الكبير الذي تقول برلين أنها تقدمه لحكومة كييف، فإن التوترات بين الطرفين ازدادت في الأيام الماضية على خلفية رفض أوكرانيا استقبال الرئيس الألماني لديها، وهي توترات انعكست كذلك في احتفالات عيد النصر في العاصمة الألمانية. محاطا بدبلوماسيين روس لا سياسيين ألمان، كما جرت العادة في احتفالات يوم النصر على النازية، توجه السفير الروسي في برلين سيرجي نيشايف إلى نصب الجيش السوفيتي في العاصمة الألمانية لوضع إكليل ورد. التوتر هنا كان واضحا رغم منع الشرطة الألمانية رفع أعلام روسية أو أوكرانية تجنبا الاحتكاكات، ما أثار استياء السفير الأوكراني الذي لم يتردد بانتقاد برلين بشكل لاذع تماما كما يفعل منذ أيام.
بشكل عام الشعب الألماني يدعم الحكومة في موقفها من أوكرانيا، ولكن المزاج العام منقسم. ما زال هناك البعض ممن يؤيد إرسال أسلحة، ولكن هناك أصواتا في المقابل رافضة لذلك، عبر عنها مجموعة من المثقفين في رسالة طالبوا فيها الحكومة بوقف إرسال الأسلحة خوفا من إطالة الحرب. أصوات لا يبدو السفير الأوكراني في برلين أندري ميلنيك في مزاج لسماعها، وقد كسب لقب السفير غير الدبلوماسي لانتقاداته المتكررة للمسؤولين الألمان، ما يزيد من التوتر بين برلين وكييف، والذي بدأ مع رفض أوكرانيا استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لأنها اعتبرته مقربا من موسكو، وهو ما وصفته برلين بأنه إهانة للدولة. هذا النصب الذي زاره السفير الروسي زاره قبل يوم السفير الأوكراني لتكريم الجنود الأوكران الذين قاتلوا مع الجيش السوفيتي، ولكنها زيارة لم تخلو من التوتر وعكست طبيعة العلاقة الحالية بين برلين وكييف بعد أن منعت الشرطة الألمانية هنا مجموعة كانت مرافقة للسفير من رفع علم أوكراني ضخم. راغدة بهنام، الحدث، برلين. لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي أوضح في مقابلة مع الحدث أن فكرة ماكرون بإقامة منظمة أوروبية موحدة لن تلغي الاتحاد الأوروبي. لم يلغي الاتحاد الأوروبي أبدا نهائيا. الاتحاد الأوروبي لا يزال موجود، يعني سيكون موجود بالفعل، وهذه المبادرة مبادرة ثانية إضافية إلى ما لدينا اليوم من التكاتل الاتحاد الأوروبي، ولكن ستختلف بأدى النقاط. مثلا الاتحاد الأوروبي نادي من الدول حيث نرى بأن بعض الصلاحيات المهمة للغاية، مثلا الأسواق والجمارك وما إلى ذلك، يعني هي تنتمي الآن إلى المؤسسة الأوروبية. فبالتالي أعتقد أنه وأيضا يعني صناعة القرار قد يختلف، صناعة القرار في هذه المنظمة الجديدة، بإنشاء منظمة جديدة، يعني وأنا أعتقد أنه هذه فكرة جديدة بالفعل، ومرة أخرى سيتم النقاش عنها خلال القمة الأوروبية المقبلة، وهي عبارة عن ضرورة من أكثر من التكامل أو أكثر من التضامن والتعاون مع ليس فقط أوكرانيا وإنما أيضا دول أخرى، ولكن طبعا المقصود هو أوكرانيا هنا، لأنه مرة أخرى نحن نعيش في أوقات استثنائية، لا يمكننا أن نستنى، يعني أن ننتظر حتى يعني تتكمل أو تستكمل أوكرانيا كل المراحل المرتبطة بهذه الفترة والانضمام والعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يصل المسؤول الأوروبي عن تنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إنريكي مورا إلى طهران اليوم بهدف تحريك المفاوضات النووية والمتوقفة منذ 11 من مارس، على أن يلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين في إيران علي باقري. اعتبرت طهران زيارة مورا تساهم في تقدم المفاوضات بالاتجاه الصحيح، غير أنها قللت من احتمال حملها رسالة جديدة كون الرسائل المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة تتم عبر الاتحاد الأوروبي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تصدر ضعف كمية النفط التي كانت تصدرها عندما تولى منصبه في أغسطس، على الرغم من العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات النفط. يعتقد أن الكثير من هذا النفط يوجه إلى الصين، كما استقبلت فنزويلا هي الأخرى ناقلات نفط إيرانية في موانئها. يذكر أن إدارة دونالد ترامب فرضت عقوبات شاملة على إيران تضمنت عقوبات على قطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة لاقتصادها، وقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية وألغت شركات النفط العالمية صفقات مع طهران، وهو ما تسبب في إضعاف اقتصادها. كانت مفاوضات فيينا المتعلقة باستعادة الاتفاق السابق قد أوشكت على الاكتمال في أوائل مارس، لكن المحادثات توقفت. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن بلاده تأمل في إنهاء المفاوضات مع إيران بسرعة، منوها إلى ضرورة إبراز نوايا حسنة من قبل الإيرانيين. نأمل أن نتمكن من إنهاء هذه المفاوضات بسرعة، ونحن على ثقة من أنه يمكننا اختتام هذه المفاوضات بسرعة إذا كان الإيرانيون مستعدين للمضي قدما فيها
وإبراز النوايا الحسنة لنبني على التقدم المهم الذي حققناه على مدى شهور من الدبلوماسية والمفاوضات المضنية. نحن على اتصال وثيق مع إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي. لقد وصل نقل الرسائل ذهابا وإيابا. نحن ندعم جهوده للوصول بهذه المفاوضات إلى نهاية ناجحة. لا أريد أن أحكم مسبقا أو أستهين بما قد تسمعه من نظيره الإيراني. بالطبع سنعلم المزيد بعد رحلته. ينطلق اليوم في بروكسل المؤتمر السادس لدعم اللاجئين في سوريا ودول الجوار. المؤتمر يفتتح بمشاكل صعبة أهمها الحرب على أوكرانيا وما تحتاجه من تمويل ضخم، ويتزامن مؤتمر المانحين مع أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع كبير لمعدلات التضخم يتوقع معه تخفيض الشركات المانحة والدول للتبرعات. في مؤتمر بروكسل الخامس تعهدت الدول بتقديم 6,400,000,000 دولار، وهو رقم ما دون المليارات العشرة التي طالبت بها الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يتم الوفاء بوعد التمويل. الخوف والحاجة وعدم اليقين هو ما يعيشه ملايين الأطفال السوريين سواء داخل بلدهم أو في دول الجوار. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قالت إن أكثر من 6,500,000 طفل في سوريا يحتاجون للمساعدة، وهو أعلى رقم جرى تسجيله منذ بداية الأزمة السورية المستمرة لأكثر من 11 عاماً. هذه الأزمة التي أودت بحياة نحو 13,000 طفل منذ بدايتها، بينما قتل وأصيب أكثر من 200 طفل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط. المنظمات الأممية قدرت ما يناهز 6,000,000 طفل أيضا في البلدان المجاورة لسوريا يعانون من الفقر ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. وسواء في داخل سوريا أو خارجها فإن العديد من العائلات تكافح لتأمين نفقاتها المعيشية، بينما ترتفع أسعار المواد الأساسية ومن ضمنها المواد الغذائية، خاصة بعد الحرب الأوكرانية التي أثرت جزئيا على أسعار السلع الأساسية. هذه الأزمة المتفاقمة في سوريا يتضاءل أمامها تمويل العمليات الإنسانية، حيث لم تتلقى اليونيسف سوى أقل من نصف احتياجاتها التمويلية لهذا العام. تقدر المنظمات الإنسانية حاجتها إلى نحو 20,000,000 دولار أمريكي لتتمكن من مساعدة الأطفال والعائلات المتضررة في سوريا، وهو ما حدا باليونيسف إلى مناشدة كافة أطراف النزاع للتوصل إلى حل سياسي للأزمة من أجل أطفال سوريا ومستقبلهم. Thank you.
بعد الكلام الكثير الذي أثير حول الرئيس التركي عندما قال إن مليون لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم، قال رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تطرد أحدا، مضيفا أنها لن ترميهم في أحضان القتلة وفقا لتعبيره. نواصل العمل وفق سياستنا السابقة، وسنواصل أيضا احتضان هؤلاء الأخوات والإخوة الذين فروا من الحرب في سوريا ولجأوا إلى بلادنا. يمكنهم العودة إلى وطنهم عندما يرغبون في ذلك، لكننا نفعل ذلك ولن نجبرهم أبدا على المغادرة. لا نقول أبدا، أبوابنا مفتوحة دائما لهم، سنواصل استضافتهم، لن نلقي بهم في أيدي القتلة. عشرات العائلات السورية نعت أبناء لها بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة السواحل اللبنانية، من بين هؤلاء الأم السورية شوافة خضر التي تنعى ابنتها كل يوم بعدما خاضت رحلة الموت على أمل الانضمام إلى خطيبها في ألمانيا. لا يسع هذه الأم إلا أن تحتضن صورة ابنتها، فهي لم تعد قادرة على احتضانها بين ذراعيها بعد أن فقدت فيما سمي لاحقا بقارب الموت الذي غرق مكتظا بالمهاجرين في مياه طرابلس اللبنانية. جندا سعيد 27 عاما استقلت القارب لتصل إلى ألمانيا وتبدأ رحلة جديدة مع خطيبها بعيدا عن الحرب السورية وتداعياتها. طالما أنني على قيد الحياة فلن أنسى ابنتي جندا أبداً، لدي إيمان كبير بالله ستعود. في اجتماع لنساء الحي تخرج الأم صورة ابنتها وتظهرها عبر هاتفها النقال وتريها لكل النساء، إلا أن دموعها تسبقها. تريد هذه الوالدة المكلومة فقط أن تريهم وجه ابنتها الشابة الذي لم يعد له أثر يذكر، لتؤكد على هول فاجعتها. وضعت الحناء على يديها وليرة ذهبية في راحة يدها، كانت عروسا، لقد كانت طفلتي المدللة وكنا كالأصدقاء تماما. 84 راكبا كانوا على متن قارب هش لا أمل في أن يصل إلى أوروبا انقلب مقابل الشواطئ اللبنانية، فيما ما زالت هذه الأم تنتظر عودة ابنتها كل يوم تماما كما تنتظر 84 عائلة أخرى في أن يعيد البحر أبناءهم. تعقد الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة فتحي بشاغة اجتماعها الثاني اليوم في مدينة درنا. أكدت مصادر أن اختيار هذه المدينة يعود لموقعها الاستراتيجي في الشرق الليبي، فضلا عن اعتبارها منارة للمعرفة والثقافة، علما بأن اجتماع حكومة بشاغة الأول كان في سبها الجنوبية ردا على العملية الإرهابية التي حاولت استهداف المدينة والجيش الليبي. هذا ويستأنف مجلس النواب الليبي اليوم الجلسة المعلقة للنقاش حول البند الثاني المتعلق بالعمليات الدستورية. يستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة من أجل استكمال النقاش حول البند الثاني المتعلق بالعملية الدستورية ومشاركة وفد المجلس في المباحثات المنعقدة في منتصف هذا الشهر في العاصمة المصرية القاهرة، ودراسة مخرجات الاجتماع الأول ما بين وفدي النواب والدولة وإجراء بعض التعديلات عليها قبل أن يغادر وفد المجلس إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك إضافة بعض التعديلات على قانون الموازنة العامة المحال من الحكومة المكلفة من المجلس. أفادت مصادر الحدث أن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري فرص عقد لقاء مباشر مع مجلس النواب. مصادر الحدث أكدت أن السفير الأمريكي حذر كافة الأطراف من تعطيل الانتخابات أو استخدام قوة السلاح. بحسب مصادر الحدث فإن نورلاند منح الأطراف مهلة للتوافق بشأن الانتخابات، مطالبا الأطراف بحل خلاف الحكومة دون استخدام السلاح. كما أشارت مصادر الحدث إلى أن السفير الأمريكي لوح بفرض عقوبات على معرقلي مسار الانتخابات. يطول أمد الأزمة في ليبيا وبمرور الأيام يبتعد الحل من أيدي الليبيين، فالخلافات الدولية باتت لاعبا ثقيلا زاد الملف الليبي تشابكا. أما مخرج النفق فيبدو بعيدا،
خاصة وأن انتهاء أجل اتفاق جنيف في 21 من يونيو المقبل الذي أفرزته السلطة التنفيذية الموحدة على الأبواب. اتفاق جنيف الذي أعاد الأمل إلى الليبيين بات سقوطه يشكل كابوساً للشعب الليبي قد يدمر سلاماً وصف بالهش منذ البداية، خاصة وأن هدف تنظيم الانتخابات بات مهدداً. في اجتماع اليوم مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، اتفقنا على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. أما الفرقاء فيحطون الرحال بالقاهرة منتصف الشهر الجاري للمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بعد أن أعلنت ستيفاني ويليامز عن مشاركتهم في الاجتماعات من أجل وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها. التقينا اليوم السيدة ستيفاني ويليامز وجرى النقاش حول آخر المستجدات السياسية وضرورة إيجاد تسوية توصلنا في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إعلان ويليامز جاء بعد لقائها مع نائب رئيس مجلس النواب فوز النويري ثم رئيس مجلس الدولة خالد المشري. أما مخاوف ويليامز فباتت تتعلق بمستقبل بعثتها أيضاً، خاصة وأن عمل البعثة الذي يحتاج إلى تجديد قريباً قد يصبح ميداناً لتصفية الحسابات بين موسكو وواشنطن، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي اعتمد قراراً بريطانياً بتمديد عمل البعثة لثلاثة أشهر فقط بعد فشله في تبني قرار يعطي مهلة أطول للبعثة الأممية في ليبيا، وهو ما يهدد مسار العملية السياسية ومعها أمن البلاد. في المغرب تجرى تحركات دبلوماسية مكثفة استعدادا لانعقاد القمة العالمية لمحاربة تنظيم داعش من أجل إسماع صوت أفريقيا والدفاع عن القارة السمراء. تحركات دبلوماسية مغربية مكثفة يوما واحدا قبل انعقاد القمة العالمية لمحاربة تنظيم داعش في مدينة مراكش المغربية. الرباط تسعى إلى عقد لقاءات مع وزراء خارجية دول أكدت مشاركتها في هذه القمة من أجل إسماع صوت إفريقيا والدفاع عن القارة السمراء باعتبارها مركزا عالميا للأمن والاستقرار ولمحاربة داعش. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج شبكة دولية تضم 5 أشخاص من الداعمين لتنظيم داعش مالياً على قائمة العقوبات. قالت الوزارة إن شبكة الميسرين الماليين التابعة للتنظيم تعمل عبر سوريا وتركيا وإندونيسيا، مشيرا إلى أن أعضاء الشبكة سهلوا سفر أعضاء داعش إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها التنظيم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح أن الإدراج جاء بعد اجتماع وزاري مصغر للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة السعودية وإيطاليا. دانت الولايات المتحدة ما وصفتها بأنها انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري ومعاونوه الروس والإيرانيون، ودعته إلى وقف الحرب. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خلايا تنظيم داعش تجولت بسيارتين وبعض الدراجات النارية حاملة راية التنظيم قرب سد وادي الأبيض في مدينة تدمر، وهذه هي المرة الأولى التي يتجول فيها عناصر التنظيم بهذا الشكل العلني منذ سيطرة نظام بشار الأسد وميليشيات إيران على المدينة السورية الواقعة في ريف حمص الشرقي.
تدريجيا تعود الحياة إلى بيروت ومعها المعارض والمسارح والأنشطة الثقافية في محاولة لمسح جرح الرابع من آب الذي لا يزال ينزف. لهذه الغاية فتحت جمعية ريبيرث بيروت أبوابها وحولت مركزها واحة فنية تفتح المجال أمام الفنانين اللبنانيين والأجانب لعرض أعمالهم ورسم بيوت بألوان جديدة. هذا المعرض جاء استكمالا لمجموعة مبادرات تساهم في تخفيف وطأة المعاناة على المواطن اللبناني، من تركيب إشارات على الطاقة الشمسية إلى إضاءة الشوارع وتحسين حال الطرقات. عادت إشارات المرور إلى العمل عند تقاطعات شوارع بيروت الرئيسية بعد أن أطفئت مصابيحها قبل قرابة العامين، مهددة السلام المروري في غياب الميزانية اللازمة لصيانتها وغياب التيار الكهربائي. على أي حال، جاءت عودتها بمبادرة فردية لجمعية ريبيرث بيروت التي تحاول إعادة الحياة إلى العاصمة، خاصة بعد انفجار الرابع من آب. بيروت بالليل مطفية وبنهار إشارات ضوئية كمان مطفية، صرنا أكثر من سنة ونص. فنحن حبينا اليوم نحن على ساحة سيسين، هي خامس إشارة عم نطلقها على الطاقة الشمسية، ونحن عم نتذكر عليها تاني نضوء لأن ما في كهرباء ببيروت. في أزمة اقتصادية بلبنان، وفي استحالة لإعادة التصفيت. هلأ بالمرحلة الحالية ببيروت كلها حفر، فحبينا مرحلة أولى كمان عم نزفت 1000 جورة ببيروت، بلشنا فيها وطلقناها، والشغل هلأ ماشي بتشوفوه بعده على الطريق، بعده عم بيشتغلوا الشباب. بقى نحن عم نساعد وعم نرجع نحط كل في كتير عالم حابة تساعد وترجع تشوف مدينتنا، ترجع تنبض أمل وتنبض نور. وحتى تعود بيروت منارة للثقافة والفنون، حولت ريبيرث بيروت مركزها هذا في الجميزي إلى مساحة وملتقى للفن والفنانين لعرض أعمالهم المختلفة. بهالمبنى التراثي اللي رجعنا رممناه على التراث اللبناني بعد الانفجار الكبير اللي صار عنا ببيروت، وحولناه لمساحة فنية. بدنا أنه بيروت ترجع لقلب النابض لهالمدينة، مساحة فنية لكل الفنانين اللبنانيين والعالميين بيجوا بيقدروا يعرضوا لوحاتهم الفنية. مبادرات مدنية وتطوعية أتت لتسد ثغرات عديدة حال عجز الدولة دون تحقيقها، مشاريع كلها تصب في إعادة الحياة إلى عاصمة أطفأت الأزمات بعضا من بريقها. رينا دويهي، الحدث، بيروت. ختم هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. ست صواريخ من استهدفت مطار بغداد الدولي. يبدو أن العراق دخل حالة انسداد سياسي بعد إعلان نتائج انتخابات إيران. ما الذي تسعى إليه بخصوص نتائج الانتخابات وأيضا البدء في تشكيل الحكومة؟ نحن الآن متواجدين بشكل خاص وحصري هنا على المدرج الرئيسي لمطار بغداد الدولي. العراقيون يقولون لإيران لا نريد أن نحكم من عباءة وعمامة. إلى أي حد تستطيع إيران أن تتابع بنفس السلوك؟ هذه الحكومة سوف تكون ذا مطبخ عراقي، لا نريد أن يكون هناك تدخلات خارجية. أسبوعين يفرضون الطوارئ، سيكون وضع العراق مختلف عن ما قبله. من هي هذه القوات؟ لماذا لا تسمونها صراحة؟ هل هناك اتهام لبعض الجهات السياسية؟ منذ 2003 وإلى حد الآن ما زلنا نعيش في ديمقراطية مقنعة. من أين يبدأ العراق في تحديد مساره القادم؟ قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم، مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي، دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً 5 مساء بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. We'll be right back.
بايدن يوقع قرارا لتسريع توريد السلاح إلى أوكرانيا، وزيلنسكي يصف الخطوة بالتاريخية. المبعوث الأوروبي لمحادثات فيينا يصل إيران اليوم، وواشنطن تطالب طهران بإظهار حسن النوايا. مؤتمر المانحين للاجئين السوريين ينطلق في بروكسل تحت ضغط تراجع التمويل وحرب أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسهل الدعم العسكري لكييف بأنه خطوة تاريخية، وبتوقيعه القانون فعل بايدن آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية. قال بايدن إن القانون يهدف لمساعدة الأوكرانيين في القتال دفاعا عن بلادهم وديمقراطيتهم في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا، وفق تعبيره. أوقع مشروع قانون يوفر أداة مهمة أخرى تدعم بشكل مباشر حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني ونضالهم للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم ضد حرب بوتين الوحشية. تكلفة القتال ليست رخيصة، لكن الانصياع على العدوان أكثر تكلفة. بعد ساعات من توقيعه على قانون لند ليس لدعم أوكرانيا، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتحرك وتمرير حزمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار تجنبا لنفاذ تمويل المساعدات العسكرية لكييف خلال 10 أيام. كان بايدن وافق على فصل الموازنة الخاصة بدعم أوكرانيا وقدرها 20 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية عن محاربة فيروس كورونا، وذلك بهدف تسريع تصويت الكونغرس على المساعدات لكييف. هذا وأقر الرئيس الأمريكي بإنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات دعما لأوكرانيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الرضوخ للعدوان كلفته أكبر، وفق تعبيره. البنتاغون قال إنه رصد مؤشرات تدل على أن أوكرانيين محاصرين من جراء العملية الروسية يجبرون على إخلاء منازلهم ويتم إرسالهم قسرا إلى روسيا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي. We do have indications that Ukrainians are being taken against their will into Russia. Again, unconscionable, not the behavior of responsible power. Certainly another indication that he simply won't accept and respect Ukrainian sovereignty and that they are. نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق عقوداً، واقترح في الأثناء إنشاء منظمة سياسية أوروبية تتاح عضويتها لدول من خارج التكتل. لكن ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز أظهرا دعمهما الكامل لأوكرانيا، وذلك قرب بوابة برانبورغ في برلين، رمز الحرب الباردة والمضيئة للمناسبة بألوان العلم الأوكراني. ربما تكون أيضا طريقة لإيجاد الاستقرار وشكلا آخر من أشكال التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة التي قررت مغادرة الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يكون لها مكان في هذا المجتمع السياسي. أود أن أقول صراحة إن هذا الاقتراح مثير للاهتمام، خاصة مع التحدي الكبير الذي نواجهه. إننا نمضي قدما في عملية التكامل الدائم للاتحاد الأوروبي. كلانا يريد اتحادا أوروبيا قويا ذا سيادة. لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي أوضح في مقابلة مع الحدث أن فكرة ماكرون بإقامة منظمة أوروبية موحدة لن تلغي الاتحاد الأوروبي. لم يلغي الاتحاد الأوروبي أبدا نهائيا. الاتحاد الأوروبي لا يزال موجود، يعني سيكون موجود بالفعل، وهذه المبادرة ثانية إضافية إلى ما لدينا اليوم من التكاتل الاتحاد الأوروبي، ولكن ستختلف بأدى النقاط. مثلا الاتحاد الأوروبي نادي من الدول حيث نرى بأن بعض الصلاحيات المهمة للغاية، مثلا الأسواق والجمارك وما إلى ذلك، يعني هي تنتمي الآن إلى المؤسسة الأوروبية.
فبالتالي أعتقد أنه وأيضا يعني صناعة القرار قد يختلف صناعة القرار في هذه المنظمة الجديدة. بإنشاء منظمة جديدة يعني، وأنا أعتقد أنه هذه فكرة جديدة بالفعل، ومرة أخرى سيتم النقاش عنها خلال القمة الأوروبية المقبلة، وهي عبارة عن ضرورة من أكثر من التكامل أو أكثر من التضامن والتعاون مع ليس فقط أوكرانيا وإنما أيضا دول أخرى، ولكن طبعا المقصود هو أوكرانيا هنا، لأنه مرة أخرى نحن نعيش في أوقات استثنائية لا يمكننا أن نستنى يعني أن ننتظر حتى يعني تتكمل أو تستكمل أوكرانيا كل المراحل المرتبطة بهذه الفترة والانضمام والعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يصل المسؤول الأوروبي عن تنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إنريكي مورا إلى طهران اليوم بهدف تحريك المفاوضات النووية والمتوقفة منذ 11 من مارس، على أن يلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين في إيران علي باقري. اعتبرت طهران زيارة مورا تساهم في تقدم المفاوضات بالاتجاه الصحيح، غير أنها قللت من احتمال حملها رسالة جديدة كون الرسائل المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة تتم عبر الاتحاد الأوروبي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تصدر ضعف كمية النفط التي كانت تصدرها عندما تولى منصبه في أغسطس، على الرغم من العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات النفط. يعتقد أن الكثير من هذا النفط يوجه إلى الصين، كما استقبلت فنزويلا هي الأخرى ناقلات نفط إيرانية في موانئها. يذكر أن إدارة دونالد ترامب فرضت عقوبات شاملة على إيران، تضمنت عقوبات على قطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة لاقتصادها، وقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية وألغت شركات النفط العالمية صفقات مع طهران، وهو ما تسبب في إضعاف اقتصادها. كانت مفاوضات فيينا المتعلقة باستعادة الاتفاق السابق قد أوشكت على الاكتمال في أوائل مارس، لكن المحادثات توقفت. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس قال إن بلاده تأمل في إنهاء المفاوضات النووية مع إيران بسرعة، منوها إلى ضرورة إبراز نوايا حسنة من قبل الإيرانيين. نأمل أن نتمكن من إنهاء هذه المفاوضات بسرعة، ونحن على ثقة من أنه يمكننا اختتام هذه المفاوضات بسرعة إذا كان الإيرانيون مستعدين للمضي قدما فيها وإبراز النوايا الحسنة لنبني على التقدم المهم الذي حققناه على مدى شهور من الدبلوماسية والمفاوضات المضنية. نحن على اتصال وثيق مع إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي، لقد وصل نقل الرسائل ذهابا وإيابا. نحن ندعم جهوده للوصول بهذه المفاوضات إلى نهاية ناجحة. لا أريد أن أحكم مسبقا أو أستهين بما قد تسمعه من نظيره الإيراني، بالطبع سنعلم المزيد بعد رحلته. ينطلق اليوم في بروكسل المؤتمر السادس لدعم اللاجئين في سوريا ودول الجوار. المؤتمر يفتتح بمشاكل صعبة أهمها الحرب على أوكرانيا وما تحتاجه من تمويل ضخم، ويتزامن مؤتمر المانحين مع أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع كبير لمعدلات التضخم يتوقع معه تخفيض الشركات المانحة والدول للتبرعات. في مؤتمر بروكسل الخامس تعهدت الدول بتقديم 6,400,000,000 دولار، وهو رقم ما دون المليارات العشرة التي طالبت بها الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يتم الوفاء بوعد التمويل. Thank you.
تعقد الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة فتحي باشأغا اجتماعها الثاني اليوم في مدينة درنا. أكدت مصادر أن اختيار هذه المدينة يعود لموقعها الاستراتيجي في الشرق الليبي، فضلا عن اعتبارها منارة للمعرفة والثقافة، علما بأن اجتماع حكومة باشأغا الأول كان في سبها الجنوبية ردا على العملية الإرهابية التي حاولت استهداف المدينة والجيش الليبي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج شبكة دولية تضم 5 أشخاص من الداعمين لتنظيم داعش ماليا على قائمة العقوبات. قالت الوزارة إن شبكة الميسرين الماليين التابعة للتنظيم تعمل على سوريا أو عبر سوريا وتركيا وإندونيسيا، مشيرا إلى أن أعضاء الشبكة سهلوا سفر أعضاء داعش إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها التنظيم. دانت الولايات المتحدة ما وصفتها بأنها انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري ومعاونوه الروس والإيرانيون، دعته أيضا إلى وقف الحرب. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الحدث .net. إلى اللقاء.